السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية الموصلية. مايكل موصلي يرحب بكم من جديد ويرحب بكل أهالي الموصل بجانبيه الأيمن والأيسر، ويقول لكم يا ربي الله يحفظ الموصل، ويا ربي الله يحفظ شعب الموصل، ويا ربي ينتقم من كل إنسان دمر هاي المدينة اللي اسمه إنسان. احنا نسمي طبعا الإنسان هو اللي إنسان، معناته الإنسانية، عنده مبدأ، عنده تقدم في إدارة نفسه، عنده إمكانية في التحمل. ولكن نحن نخاطب اليوم في برنامج مايكل موصلية الإنسان، الإنسان الذي يريد أن يبني، الذي يريد أن يشارك في إعمار نينوى، الإنسان الذي يريد أن يبني عقله، الإنسان الذي نخاطب، الإنسان الذي يحب بلده، يحب العراق. طبعا أول شيء، طبعا هذا أعزائي المشاهدين أنا أذكركم بشغلة مهمة، مايكل موصلي هذا البرنامج عندي خط أحمر. من شنو هو العراق؟ هاي الخريطة مال العراق، خط أحمر هذا لا حد يساومني عليه. أنا من أطلع خارج القطر أحد يتحدث عن العراق أقول له دير بالك على نفسك، هاي هذا بلدي وما أقبل أحد يتحدث عن بلدي، وأني أثور من أجل بلدي. هذا هو سياسة مايكل موصلية وبرنامجها والموصلية أيضا. والخط الآخر نينوى، عندما نتحدث عن نينوى نتحدث بكل روح وبكل وطنية، والوطنية اللي أملكها هي جاءت من هذه الشوارع طبعا، واللي جاءت من شوارع بغداد. خلونا نحكي عدلها، مو واحد يحكي يلف ويدور على نفسه. أنا كنت في بغداد لمدة 7 سنوات قبل قديما. بغداد علمتنا على الوطنية وطبقناها أين؟ في نينوى. طبقنا الوطنية بهذه الشوارع زين، وآمنت أن العراق كله بلدي، ما عندي، وأكره ما أكره عندي الطائفي وأمقته زين. ففي برنامج مايكل موصلية عندما أتحدث أتحدث إلى الإنسان الوطني الشريف الذي يحب الخارطة ويحب 18 محافظة. هذا اللي أحبه وهذا اللي أخاطبه وهذا اللي أريده. أما اللي ما يحب هاي 18 محافظة خليه يسمعني، خليه يقلب القناة، خليه يقلبها، لأنه هو مو عراقي الظاهر، هو غير إنسان، لأنه إنسان يملك وطنية. فاللي يحب يتابع برنامجي هذا خلي نصب عينيه العراق 18 محافظة ونينوى التي نحبها ودجلة اللي نحبها والفرات اللي نحبها. هذا هو مبدأنا، احنا نحبك يا عراق، ومن أجلك نسوي كل شيء، ومن أجلك نقدم البرنامج هذا، ومن أجلك العراق احنا جايين نشوف العراقيين كلهم ما فعله داعش الإرهابي الذي أعطى صورا مختلفة للجرائم. يعني قاموا يتفننون بالجرائم، شلون نوبة يقتلون كذا بالكهرباء، نوبة يقتلون كذا، نوبة يسوون كذا. فداعش اليوم تفنن بالجرائم. اليوم مايكل موصلية قرر أن يذهب إلى منطقة باب الطوب. باب الطوب طبعا بالجنسية أحد الجناسي مكتوب عليها باب الطوب، مقر الإقامة مالته، غير يكتبون نينوى مثلا الساحل الأيسر وكذا وكذا. طبعا أغلب جناسيها الموصل مكتوب عليه باب الطوب. كانت هاي منطقة سكنية قديمة وحلوة وبيها تاريخ الموصلي القديم. فهسه احنا قبل أن نتحدث راح ندار نشوف المثل البسيط اللي يجرم داعش، اللي راح نشوف جرائم داعش. سيارات مفخخة بقاياها هنا موجودة في هذا الجراج. طبعا هذا الجراج اللي أمامي بالضبط، ماكو جراج باب الطوب، اللي كانوا كل أهل الأيسر عندما يجون إلى الأيمن ويتبضعون بمركز المدينة. هذا مركز المدينة، هذا المكان، هذا طبعا الأسهم مات المرور يتوجه وين؟ إلى مركز المدينة، مركز المدينة، مركز المدينة. من الشمال مركز المدينة، من الشرق مركز المدينة، من الجنوب مركز المدينة. هاي الأسهم تجي وين؟ إلى المقر الرئيسي. لمن؟ للمواطن الموصلي الصحيح الذي يبيع ويفترش الأرصفة. طبعا هذا المواطن. ومركز المدينة شنو؟ مركز الحب الموصلي، اللي كان يشيل العلم، واللي كان يحب بلده، واللي كان يذود عن بلده. ولكن مركز المدينة دمر ببرنامج داعشي. داعش طبعا عنده برامج، أهم برنامج طبق داعش الإرهابي اللي طبق المؤامرات. طبعا ها هي مؤامرة صفحة ورا صفحة. أهم صفحة طبقها الكلاب ذولا
انه دمروا هاي المدينه، تشوفون دمروا اثار هاي المدينه. زين، الامامي بالضبط بالضبط منطقه باب الطوب، هذه المنطقه السيارات كانت توقف هنا، يعني الى الحدباء تحمل، الى السكر، الى النبي يونس، كانت هاي السيارات كلها موجوده هنا. زين، جراج منظم كان، وكان اكو نقابه حاسب بشكل منظم كل السائقين. وكان هذا الشارع رأسا كانت الفنادق قبل، اتذكرها يعني احنا كنا صغار، هاي الفنادق كانت عامره بيش بكل الوافدين اللي كانوا يجون من بغداد، او كانوا من بقيه المحافظات العسكريين كانوا يجون، كان يرادون هاي الفنادق. هاي كانت فنادق هاي قبل، بس بعدين بالفتره الاخيره حتى قبل دخول داعش اهملت. كانت هاي المحلات موجوده بكل انواعها، يعني محلات مثلا باعت السجاير، محلات اللي باعت المشروبات الغازيه، محلات المطاعم كانت موجودة، والشارع هذا يطلع باتجاه المحافظة، باتجاه المحافظة. كان هذا الشارع مليء بيش؟ مليء بالعربات اللي كلكم تتذكروها، اللي يبيعون البالة، المساكين كانوا يعيشون. وكان هذا الشارع بالضبط يعني يطلع للسرج خانة، يطلع يعني قبل هذا يطلع إلى دورة الصقور. دورة الصقور وشارع خالد الموليد يطلع منه قبل باتجاه، وباتجاه شارع النجفي، وباتجاه مركز الشرطة، مركز شرطة مو باب الشط، الحدباء. الحدباء كان مركز هنا موجود. فإذا أعزائي المشاهدين يعني تشوفون ماكو شيء اسمه بقايا، ماكو شيء اسمه باب الطوب. باب الطوب انتهى. هذا المقابل هسه على الجهه الاخرى، كنا نتحدث على الجهه اليمنى، هسه على الجهه اليسرى نتحدث. كنا سوق الاربعاء، سوق الاربعاء سوت الجهات المعنيه قبل، وكانت بيها اكثر الدكاكين، يعني ما شاء الله كانت سوق عامر، وكان اغلبها القديم كان موجود هنا، وكانوا يبيعون القناني، كانوا يبيعون الثلاجات، كانوا يبيعون المستعمل كله، كان في سوق الطيور. طبعا بالمناسبه لو خلصنا سوق الاربعاء، يعني مجرد الى اليسار ناخذ، كان اكو بهاي الزاويه يبيعون سوق الطيور. إذن أعزائي المشاهدين، احنا مستمرين وياكم ببرنامجكم مايكل الموصلية. الآن احنا انتقلنا من وسط الشارع اللي كان مؤدي إلى في أربعة اتجاهات، هسه أنا انتقلت إلى يعني مصر أن انتقل إلى هالمكان هذا حتى أعرض لكم هذا الشارع اللي كان حيوي ومؤدي إلى منطقة الدواسة، يعني باتجاه المحافظة هسه، وأيضا باتجاه شركة التأمين الوطنية، أو ما يسمى بدائرة التقاعد، البناية هاي اللي كان داعش يرمي بها مواطنينا الأعزاء، ألف رحمة على روحهم، اللي كان يرمون من هناك بتهم، شتى التهم التي كانت تنسب إليهم. يعني هذا الشارع اللي تشوفوه هذا، أني كثير مرات أني وطفل صغير مع والدي ماشي من هذا الشارع هذا، يعني قبل، يعني قبل يمكن بالعشرين سنة مثلا، خلينا نقول بالعشرين سنة أني كنت أمشي من هالشارع هذا. ها نقطع الدواسة راجل، طبعا ماكو سيارات هنا، كان ماكو سيارات، راجلا دائما. كنا أتذكر بأيام العيد كنا دائما نروح نتسوق من الدواسة ليلة العيد، كان الزحام يكثر في هذه المنطقة إلى ساعات متأخرة، 10 بالليل 12 بالليل كانت المحلات تفتح. ها كنا نروح نتسوق من الدواسة ونجي نقعد بهاي الشيخانات، اكو 2 3 4 شيخانات هنا موجودة كانت. ها حتى مصور عزيزنا يعرف بهاي الشيخانات، وقاعد بها خطية المسكين ويقول يا ريت اشرب الشاي اللي بلف، مو شاي بلف شو تشرب. ايه سواء يعني هاي مال شاي الف، فد يوم من الايام احنا رحنا على شيخانة سألنا يا شاي ليش بألف هناك ب 250؟ قال يا ما انا اسوي لك خلطة ب 10000 دينار انا، ولهذا الشاي مالي بألف. فكانت اكو شيخانة هنا كنا نقعد نستريح، وكان اكو محل مال باشا، وكان اكو مطاعم 2 3،
وكانت هاي الفنادق موجودة يعني عامرة بوقتها، كان بسطات موجودة من أول الشارع إلى نهاية هذا الشارع، يعني حرامات والله حرامات. ها الحياة كانت تعج، وكان بالضبط يعني مقابل هذا الشارع كانت أكو هنا شو اسمه أو هنا يسمون العربات ما يبيعون البالة. بالفترة الأخيرة كانوا يبيعون البالة خطير. شو يسوون أهل الموصل؟ تعذبوا كثيرا ولاقوا من الهموم ما لاقوه، ومرت عليهم مصائب كثيرة، ومر على هاي المدينة. أنا الله يساعد أهل الموصل، الله يساعدهم، يعني الله يساعدهم، يعني منذ الله يساعدهم منذ 40 سنة، الله يساعدهم 40 سنة المساكين إلى حد يومنا هذا ما ارتاحوا زين. فهذه أعزائي المشاهدين كانوا يتحولون من مشروع إلى مشروع، يخسر بالمشروع هذا يروح يسوي لمشروع آخر المسكين، ها وهكذا. بس تمشي عجلة الحياة حتى يمشيها، يكبر أطفاله، يقول بس أكبر أمضي لي سنتين بس أكبر المسكين هذا. فهاي كانوا يتحولون، كانوا يبيعون بالة، وكان الفقراء هم يشترون البالة. أعزائي المشاهدين، نحن مستمرين وياكم ببرنامجكم مايك الموصلية. الآن أنا انتقلت من الشارع الأمامي اللي مؤدي لمنطقة الدواسة، طبعا هذا الشارع اللي كان عامر وكان مختلف المحلات فيه، وإحنا حكينا على أهل الموصل شلون تعذبوا بحياتهم. الكل عانى، الكل بوقت الحصار عانى، يعني مدينة الموصل يعني عانت معاناة بوقت الحصار الاقتصادي اللي كان مفروض على العراق، يعني معاناة كبيرة جدا من الموظفين بشعبنا الأطفال، يعني حتى اللي كبر هالجيل هذا اللي إجا الجيل ما شاف شيء نعيم بحياته. يعني مرات إحنا نحكي ويا شبابنا الصغار اللي مثلاً عمره 20 سنة، الله يساعدهم ما شافوا شيء اسمه طفولة، ولا شافوا شيء اسمه حياة منعمة مثل باقي دول الخليج. هذا هو سببها التعجرف، تعجرف الحكام النظام السابق أو غيرهم، ها يعني خلوا العراق يوصل إلى هالمرحلة هاي. إحنا اللي نعرفه أنه البلد عندما يناضل من أجل العيش الرغيد، ومن أجل الحياة الكريمة، ومن أجل أن نعطي الإنسان حقه في الحياة، ومن أجل أن نخلي هذا الإنسان يعني يشعر بأنه إنسان مو غير شيء. يعني هذا الإنسان اللي يحاول يعيش بشتى الوسائل اللي يدبر نفسه. اليوم الإنسان العراقي والإنسان الموصلي في السنوات القادمة يريد يدبر نفسه ويريد يعيش، يعني أصلا هو نسى السعادة ونسى الخدمة ونسى الحياة الكريمة الحرة اللي ينادي بها أو ينادون بها بعض المناضلين، يعتبرون أنفسهم مناضلين. ماكو هاي الأشياء ما تحققت نهائيا. قلنا إنه المواطن الموصلي ما زال معذبا تحت وطأة اللا خدمات، تحت وطأة اللا حياة التي يعيشونها في كل دول العالم. هسه احنا حتى ما نبتعد عن موضوعنا، تشوفون اعزائي المشاهدين مقابلنا بالضبط جراج، هذا الجراج اللي كان يحمل النفرات من منطقة باب الطوط، مركز المنطقة او المدينة القديمة، الى مثلا احياء الجانب الايمن، الى موصل الجديده، الى 17 تموز، الى المستشفى، الى يعني وادي حجر. كانت هاي السيارات اللي توقف بهالمكان هذا تقف، كانت تحمل نفراتها وتروح تتجه الى مكان اخر، الى مكان اللي يريدوه. طبعا كانت الباصات تخرج من هالمكان هذا، وكان شيء منظم، شيء اسمه حياة. طبعا كانوا يعيشون، بس ولكن كانت الحياة غير جادة وغير وما مليئة بيش بالأفراح. كل ما كنا نسأل الإنسان شلونك كان يقول لي تعبان. هو قبل لا أن تهدم المدينة، قبل لا أن تتعرض المدينة إلى هذه الهجمة، وفوقاتها جتهم هاي المشكلة التعيسة اللي خلت أهل الموصل يشعرون بالتعاسة أكثر. يعني فوق ما خطيه والمسكين عايش في ضيق وضنك وعوز ومصائب، تجي المصيبة الكبيرة انه يشوف مدينته مهدمة. طبعا هذا الجراج هسه مهدم بالكامل، يعني شوفون هسه مكان مهدم بالكامل زين،
ماكو شيء اسمه شيء اسمه نعود لك يا حياة، أو ماكو شيء اسمه اسمه مدينة الموصل أو مركز المدينة. هاي مركز المدينة، هذا خاب حد كان يقول لك غير مكان، هو هذا مركز المدينة، باب الطوب، شارع المؤدي إلى الدواسة المحافظة، هاي هو هذا مركز المدينة. وين عاد فهم اللي تآمروا على الموصل دمروا هذا مركز المدينة، واللي ساعدوهم الأنذال، بعض الأنذال اللي يعرفون أنفسهم منو ساعدهم، دمروا هاي المدينة القديمة. شوفون يعني حتى سلون دارين أمامي أنا هسه، من بدأت أتجه بنظري إلى دورة الصقور، هذا المكان، وتشوفون أعزائي المشاهدين، شوفون هذا الجامع، بقايا قبة، قبة هذا الجامع ما أعرف شو اسمه، ولكن تشوفون هذا هو البقايا، هذا شارع مؤدي إلى رأسا يتجه إلى المدينة القديمة، إلى البلدية. هم كان سوق يعني كبير جدا، وأيضا الشارع الأخ يؤدي إلى المركز، ومن ثم إلى شارع النجفي. يعني أنا بدي أشوفكم المكان هذا، وأيضا باتجاه الآخر أمام مقابلكم، هسه احنا مقابلكم سوق الأربعاء، السوق هذا الحيوي اللي طبعا أنشأته الحكومة لجلب الباعة المتجولين حتى يكونون موجودين هناك بهالمكان هذا، فعلا فتحوا كلهم، وفعلا المحلات كانت عامرة. أعزائي المشاهدين، احنا مستمرين معكم ببرنامجكم مايكل المصري. الآن انتقلنا إلى المكان المهم جدا اللي هو قطاع المدينة القديم، باب الطوب. طبعا هذا قطاع البلدي اللي كان مشرف على البلدية. طبعا يعني هاي العربات كانت تتوقف هنا يعني بمحاذاة الشارع، وكان شكل مزدحم جدا، ويعني الأمور لو تستوعبها أنت وترجعها من ذاكرتك، راح تشوف أنه أهل الموصل كانوا يتبضعون من الأماكن هذه كلها، من هذه المنطقة، المناطق المحاذية لباب الطوب. ليش؟ أنا أقول لك ليش. لأنه كانت أرخص، وكانت يعني البضاعة كثيرة موجودة، وكان السبب الرئيسي اللي يخلي الناس يجون من مناطقهم إلى مركز المدينة هو الرخص اللي موجود في هاي المنطقة. وأيضا يعني يشوفون أغلب المحلات المختلفة، بضائعها اللي كانت موجودة هنا بالمناطق هذه، كانت تساعد الناس على اختيار بضائعهم شوية شوية، لأنه هو من كان يجي على السوق كان يحتاج مختلف المواد الغذائية، من وأيضا الألبسة، وأيضا حتى مواد التنظيف كان يجدوها هنا بهاي المنطقة. هسه هذا المنطقة اللي باتجاه شارع خالد الوليد كان دكاكين مال جقاير، خلينا نقول مال بيع الصابون بأنواعه، فكل شيء كان موجود. هذا اللي كان السبب الرئيسي اللي يخلي الناس يجون للمكان هذا. ولكن يعني انت تشوفون هسه ماكو، يعني ماكو شيء يخليك ترجع إلى أن تعود بهاي المدينة القديمة. هاي طبعا هم تعتبر مدينة قديمة، هي مركز المدينة، مو بس المدينة القديمة، هناك هنا هو مركز المدينة، هذا المكان اللي هسه احنا واقفين به مركز المدينة هذا. زين، فيعني أنا ما أقول إنه أصحاب المحلات يقدرون يعيدون هاي المحلات، والله أكذب على نفسي وأكذب عليكم، وإحنا نحب الحقيقة ونحب الواقع. لا والله، اليوم احنا محتاجين إلى دول تمنحنا المساعدات، لأنه المؤامرة الكبيرة التي حدثت على نينوى جعلتنا نطلب من المتآمرين علينا مالا حتى نبني مدينتنا. هذه هي المؤامرة، شلون هذا اليوم هسه اليوم اني اخليك تمشي الى ان اوقعك، وبعدين من اوقعك اكو يسموهم الاصدقاء، صديق وقع صديقه، وقع باكبر مشكله، بعدين يخليه المن يروح يجي عليه نفسه يقول له بس ديني، ترى انت سبب المشكله، فيقول له يا انا دينك. زين، وهو يعرف حق المعرفه انه هذا وقع بالمشكله، وقع اهله خطيه، يعني مثل احد الاشقياء، يعني مثلا الضالين، يعني هذا ابوه كل ما يقول له اقعد راح ابني، لسه وين مشاكل، لسه يوميا يسجون. فبالاخير طبعا اصدقاء هم اصدقاء السوء، هاي
هذا المثل مضروب على المدينة هاي أصدقاء السوء. الأنذال هو نذل، هو يعني ما احترم أبوه ولا احترم مبدأ عشيرته ولا احترم مبدأ مدينته ولا احترم مبدأ عائلته، فانحرف. فهذا الانحراف خلى الابن بالسجن، وخلى هذاك اللي يتآمر على العائلة دخل إلى العائلة وتآمر عليها وقدر يدخل البيت. عن طريق إيش؟ عن طريق الشيطان اللي داخل هذا النذل. فأغلب المتآمرين من تآمروا علينا هنا، فهسه نتيجة التآمر راح نروح عليهم نقول لهم بنطونا فلوس حتى نبني مدينتنا. هو هذا التآمر. إيه؟ ولف لعنة على من؟ على من سمع كلامهم ومن أدى مراسيم المؤامرة على نينوى وعلى العراق همين طبعا. زين، هو يعني لعنة الله على كل خائن خان هذا الوطن هذا، واللي أدخل بعض الناس اللي لا يملكون للحياة حق، ولا يملكون للصدق شيء، ولا يملكون للخطاب شيء، ولا يملكون للعلم شيء، وإنما دخلوا مدخل شر وانتقام وقتل وسلب ونهب. هذا هو كان هاي النتيجة. هسه احنا اما ما عندنا بعد ما بيها مجال، احنا يقول لك انت لازم تدين من عندي، وهسه راح ندين من عندهم ونسميهم شنو؟ نسميهم دول مانحة. زين، الدول التي تآمرت على العراق نسميهم دول مانحة. زين، هاي الطيارة من ضربتنا؟ هي طيارة أجنبي ضربنا. هم كونوا هاي الشرذمة وجابوها من مناطق متعددة للموصل، وهسه من نرجع نطلب عندهم؟ فافتهموها كافي، افتهموها. عيب، عيب عليك أنت اللي شاركت بتدمير نينوى. عيب شوية شوية، حتى ما أقدر، حتى ما أقول لك استحي على نفسك، ماكو بعد استحي، لأن أنت نذل. فالنذل شو نقول؟ النذل نذل أنت. زين، هاي السنة تيجي أنت دمرت مدينتك، ها، ولف لعنة على روحك. إذا لأنك قدر، كل من تآمر على نينوى وعلى العراق قدر، هاي القدارة مالته. وش قد ما أحكي من مصطلحات أنا أترفع عنها، ولكن يخليني مرات المنظر هذا أحكي الموضوع هذا حتى أطلع الشيء المدفون بداخلي. غليل طبعا، قاهر طبعا. منو اللي يريد يخرب بيته غير اللي دايح بالشوارع؟ زين، اللي ما يقعد مع عائلته 10 دقائق ويفهمهم. يعني أنا مرات أشوف بإحدى رحلات لأحد الأحياء جهال مرمين بالشارع. يابا أنت الأب اقعد مع أطفالك، أنت مو بس تخلف شوية، خلي هذا يشتغل، علمهم على الأدب والأخلاق. هسه دخلتوا له بغير باب، أنت من تعلم الأدب والأخلاق والمبادئ ويحترم نفسه بالشارع، والطفل لا يضرب، يشيل حجارة يضرب الناس وكذا وكذا. هذا ما كان هذا حالنا. كل اللي مرميين بالشوارع هم اللي هدموا المدينة، كل اللي مرمين بالجداول هم اللي مسيب يعني الغنم هم أحسن عنده، يروح يعيث بالأرض فسادا. ومن يكبر شي يسوي هذا؟ أذى المدينة، وهذا نتيجته. يروح طلع له لحية من اللي سوى، ها وجاب لي حديثين غير موجودين حتى في الصحف العلمية لديننا. إذن أعزائي المشاهدين، إحنا يعني مستمرين وياكم مع نقل العذاب المبرمج عن طريق الصورة لكل مشاهدينا في مدينة الموصل. هذا طبعا نقل العذاب، هذا الإنسان الموصلي ما مرتاح ويا أكو ناس طبعا لحد الآن يتآمرون على المواطن الموصلي. لحد الآن إحنا الجراثيم ما راح نخلص من عندها. أنا دا أقول لك هذا، أنا موجود وأنتم موجودين. ترى هو الجرثومة مو اللي يحمل السلاح، هسه الجرثومة الكبيرة، اكو جراثيم كبيرة ماكو موجودة على ميوز. زين، هاي الجراثيم اللي حدنا موجودين احنا هسه احنا، ولكن بصفحات اخرى، الصفحات الاخرى الموجودة والكل يعرفها. زين، هذا اللي خشم عالي بعده موجود، هذا يعتبر جرثومة كبيرة جدا. ها زين، احنا شو وقت نتخلص من هذا المنظر؟ عندما نقطع، شو نسوي؟ نقطع ذنب المتكبر.
وش اسمه، والله يجيب لنا واحد وطني ونجيب وطنيين زين، وطنيين يحبون مدينتهم ويحبون الناس وما يحب يكون عالي. اخاف طبعا، هي هسه بالعكس صايره، هي بالعكس اكو ناس مبدعين في كل دوائر الدوله، موجود مغمور في مكان ما، ولكن الجاهل يجلس على الكرسي او يجلس على الميز، الكرسي الدوار والميز المحترم. هاي موجود المعادله، ها في كل حتى بالخارج موجوده، فما نعرف يعني شنو النتيجه مالتها او شنو المغزى منها، شنو يعني الى متى وادفع فلوس اني اخذ الميز. موجودين هسه هنا، لو انتم امعنتوا النظر لوجدتوهم موجودين وتشوفون انتم زين. يعني هاي المعادله موجوده هسه حاليا زين، موجوده الذي غير مؤهل لهذا المكان ها موجود على الكرسي، والمؤهل متروك ما اعرف، يجوز هو ما عنده شجاعه، هو مسوشه ما عنده شجاعه لكي يتقدم ويقول انا افعل وافعل واسوي كذا وكذا، ماكو. هنا الجبن خلاه على صفحه ها طبعا، والله ما يحب الجبناء. الجبناء لمن؟ الذي لا يعرض نفسه وامكانياته وقدراته حتى يقود جزء بسيط من مدينته. هذا موجود، هذا احنا، هذا طالما الشرذمه هذه موجوده هذا حال مدينتنا. ليش؟ انا اقول لك ليش؟ لان لحد الان احنا ما شفنا آلية دا تشتغل او لجنه شفناها موجوده دا تجي تقيم كل هالمشاكل هاي اللي دا تعاني منها مركز مدينه الموصل. ما شفنا، وينكم؟ كل احد ماكو، اشو بس اعلام، بس مؤتمرات، والبارحه متعاركين بالبرلمان على مود المفوضيه، الحبايب متعاركين زين؟ نفس الوجوه يطلع نفس الوجوه، اقول لك خلينا نشكل لنا كتله احنا باكر، شكل لنا كتله ومثل الشطرنج، شفت هذا التمثال الصغير اللي هو الحصان او الجندي تحوله من مكان اخر حتى يرجعون نفس التشكيله، ولكن بغير برنامج وبغير وبغير هيئه زين. بابا احنا نريد الكل هذول يستقيلون، يروحون يستقيلون، يجون عراقيين جدد موجودين حتى يخدمونا. اريد نطلع من هاي الكتلويه والحصص والكذا والكذا حتى احنا نقدر نرتقي بالعراق. ولا احنا ايش ربحنا هسه؟ بارحة متعاركين بالبوكسات بالبرلمان، والله شنو على مود مفوضيه ما قدروا يسوونها بكل هالكم الهائل من الكراسي. والله اللي يشوفنا يضحك علينا، اللي يشوفنا غير اللي يشوف البرلمان مالنا واللي يشوف الوزارات مالتنا، لا يقول الله اكبر ايش راح يسوون هذول، راح يسوون نتيجه كبيره جدا، الظاهر وراهم بناء، وراهم فد اعمار، وراهم فد سر كبير. ولكن هذا هو السر الكبير، لا تنخدعوا بهم، هو هذا السر الكبير مالتهم. قتال ما بين السياسيين ودمار في المدن، هذا ايش حصلنا احنا زين في مدينة عطشة وهي قريبة على دجلة زين، هاي النتيجة زين. فخلونا أعزائي المشاهدين، خلونا أنتم تشوفون بعينكم ها. فأني ما عندي الفانوس السحري حتى أغير، ولكن أنا حتى أبين لهم، هو ممكن يسمعني، هو ممكن يسمعني، علّه يتعظ، على الرباط هذا يتعظ ويقول كافي والله عيب احنا نتعارك بالبرلمان ونتعارك على مود مفوضيه ما نقدر نشكلها. زين انت مفوضيه ما تقدر تشكل وما تقدر توافق عليه العد، شلون راح تقود بلد كامل؟ بس فهمني شلون راح تقودون بلد الى النعيم والى الرغد والى الحياه الكريمه، شلون راح تقودون؟ والله ما افتهمنا زين. طبعا اعزائي المشاهدين احنا يعني الحديث طويل جدا، يعني انا عندما اتحدث عن المدينه المدمره قبل يجي قدامي المسؤولين، يعني مباشره خط مستقيم يجي المسؤول قدام السر، الكل تجي قدامي. ليش؟ لانه المن النادي ما عنده غير الله سبحانه وتعالى هو النادي، والله ما ينزل لنا شيء بزنبيل وما ينزل لنا شيء اليه شفره ينزل من فوق من السماء. الله يريدنا نشوف
انتم تعملون يا عباد الله يا عباد الرحمن، تعملون ادوا رسالتكم زين. واحنا دائما نذكر يا اخي يا اخوان يا اعزائنا، اريد تجون باسرع وقت تشوفون الاظهار هاي، اريد هاي كلها تنشال، هذا حتى نبدي نعيد اللي نقدر نعيده، واللي ما نقدر نعيده نهدمه ونبني من جديد زين. يعني احنا انتم والله سويتونا مسخره، يعني صرنا فرجه للعالم، يوميا طالعين بالقنوات العالميه، العراقيين تعركوا هسه، واحد اشياء بالفيسبوك، واحد اجنبي يقول لي يقول لي انتم فوق ما مدمر المدينه اكو بيناتهم سياسيين تعركون بيناتهم. قلت له والله هذا حالنا، شو نسوي احنا زين؟ يتعاركون بيناتهم ما يقدرون يسوون لهم فد دائره بسيطه هي مفوضيه مال الانتخابات زين. هاي ليش اجيب؟ لان هذا الحدث اللي يلاصقنا نمشي معاه زين. وكذلك نحن نذكر في هذا الوقت كل مسؤولينا انه يتحلون بالحكمه والصبر. ما نريد العراق هذا يتفتت ويصير عرضه لمن يتآمر عليه، احنا نريد الحذر من كل الحكماء. انا من احكي على هذا الكلام موجه الى المسؤولين اللي بيهم حكمه، في عقل حكمه، انه يتعظون من هاي التجربه حتى ما ترجع لنا هاي التجربه. لانه هسه حاليا اكو من يتآمر علينا، اكو من يترقب من مشكله كبيره جدا او كبيره اخرى تخرج من عمق الزجاجه حتى تخرج لنا تصير كبيره المشكله. فاحنا اذكر بهذا الدمار كل مسؤولينا الموجودين في بغداد وحتى في المدن العراقيه الاخرى، ان نقول لهم اتخذوا الحكمه منارا لكم حتى لا تنعاد الكره علينا مره اخرى ونشوف. فاني من اشوف هالدمار هذا اتذكرهم، ولكن ادعوهم للمرات العديده، لان هذا المكان ما راح يقدر مواطن يعيده، ولا احد يقدر شركه صغيره تعيده، هذا يحتاج لبلد ويحتاج لآليات. ولكن مع هذا لو آليتين تشتغل يوميه كان هسه حصلنا على نتيجه. هسه يا اخي اني هم من ملام والله، بس انا هم مريض اخي. اني هم هسه يوميه اشيل لي يعني. ابويا الله يرحمه فد يوم جاء شافني اني دنبني البيت، قال لي بابا انت لو يوميه مسوي لك شايل لك فد كيله وين رمل من الانقاض هذا كان هسه كملت. فسويتها يوميه، بعد ما نطلع من المدرسه شفت اجي اشيل لي شويه الى ما جاء اسبوع، قال لي ها والله شنو اجي بتعامل؟ قلت له لا يابا انا اشتغلته، انا شلت يوميه. مثل ما ذاك اليوم رحت لاحدى المناطق بالموصل لقيت نفايات القدتها امام بيت، والبيت هذا نظيف وحلو، فاني ايش سويت؟ قلت له السياره وقف حبيبي وقف بدي اجيبها، جبنا كرك ولميتها اني، وطلعوا العائله كلهم بدا يضحكون علي. ها استاذ سالم، قلت له حبيبي لا تقول لي استاذ، هسه انا عامل بلديه. اني سئمت ومليت، كل ما افوت من الشارع هذا الاقيكم يعني ما شفتوا انتوا رب الاسره؟ انت ما شفته ام الاسره؟ ما شفتي انت؟ جيتي كومتي، فاني شلته حتى اعلمكم شلون تشيلوا انتوا. هسه انا مو صحفي، انا عامل بلديه، فشلته كله. قالوا لا، قلت له والله الا نظفه انا بيدي قدامكم، اخذت الصونده واخذت المازحه ومعي السائق المسكين، نظفنا المكان هذا الشارع هذا زين، وقلنا من ثمان الله زين. شكرا جزيلا بابا، شويه هذا خلوا يشتغل، لان احنا امامنا مرحله كبيره، مرحله بناء، مرحله اعمار، ماكو انش علي، عيب عليك انش علي حبيبي، يعني كافي، شو تريد اسوي لك؟ والله مللتوني من بعض المناظر اللي اشوفها في الموصل، يعني انت امام بيدك ما تنظفه. ف ارجع الوالد قال لي بارك الله بك انت، يعني اشتغلت يعني هذا وش السبب. فاني حتى اني لو الي اجي 10,000 واحد موصل لي يتبرعون، نشيل لنا كل واحد طابوقه، ممكن نشيل هذني كلتها، ولكن بنظام، نريد دوائر طلعنا تشتغل ويانا بنظام. كان هسه قدرنا نشيل هاي، المحلات وكان هسه المحلات هاي مفتوحه، وكان هذا من اليات تجي تشيل البقيه هاي. بس احنا مقصد الكلام، احنا ما شفنا اليه تعمل، ماكو، الايام ده تروح ها، والمي ده يفوت بين رجلينا، واحنا راح ننتظر الدول المانحه التي يا بس يبعثونا معادي، ومن يبعث لك؟
من يبعث لك مسخم؟ من يبعث لك انت اذا انت ما تشتغل انت؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو العراقيين فكروا بوطنية يوم واحد للعراقيين بني هذا كلته، يوم واحد بس، من سائق التاكسي الى الشرطي الى الجندي الى المختار الى المحافظ الى رئيس الكتلة، فكروا يوم واحد نسميه يوم الوطن، نسميه شو نسوي بهاليوم هذا؟ ننظف بلدنا، والله لنصل الى نتيجة كبرى. اذا اعزائي المشاهدين احنا راح نكمل يعني الصورة تتحدث. أنا هسه بهاي الفترة الأخيرة في برنامج مايك الموصلية أؤكد على حضور آليات. اليوم أنا بعض الدوائر اللي ما أذكر أسماء، هسه من أذكر أسماء يقول ذكرتني يزعل يا عمي علي خشم علي، يا معود علي خشمك علي، الماي اللي تنطيني أقطعه حتى لا أموت من العطش. مسوي لك احتفاليات بمكان معامل قائم مقام ما اعرف وين، ها والاربطه الحلوه وصار فيني فلوس بالمكان هذا، كان المفروض تجون هسه هنا ماكو، تجيبوا لكم اليتين واثنين يشتغلون، اثنين بس، اثنين يشتغلون شو يسوون؟ ما انا اقول له روح هد لي هذا، لا، اثنين يشتغلون بالممكن، هناك ممكن وهناك مستحيل، احنا ما نريد المستحيل، بالممكن. الاب من يقول لابو بابا انت اذا رحت اذا امكن لك تجيب لي علاقتين صمون، واذا امكن تجيب لي فرك حلوان طماطه. فشي يسوي الولد؟ بالممكن يقول له بابا قدرت اشيل كيلو طماطه، ايه يقول له ممنون شكرا جزيلا لك. هذا هو المواطن، هذا الوطني، هذا هو الشريف، هذا هو اللي نحبه، هذا هو اللي نريد نخليه يصير علينا محافظ وزير. شوفون هسه ماكو اليه واحده حتى تنظف هاي، اخلها حتى من ترجع شويه وهذا يفتح اللاخ يفتح واللاخ يفتح، ماكو هاي، ممكن الشفر ممكن يشيله، ترى بسيطه جدا، ها تبين بعدين المعالم وتبين شنو يبين المهدم منه، حتى نقدر باشر عقبه نتساعد بيناتنا ونتدين بيناتنا وواحد دين الله حتى نقدر نرجع لنا دكانين ثلاثه. ولكن ماكو اليتين، هاي دوره الصقور كان احد التماثيل الموجوده هنا اللي داعش الارهابي هدمها على اساس شنو؟ والله يعبد الله. لك روح تعبد الله مع نفسك انت. هسه احنا وصلنا الى مرحله، انا شفت ذاك اليوم شيء حلو والله اثر بي، والله احد الناس هو يعني اعرفه اني يحتسي الخمر صار له 30 سنه، ف قدام خمسه خلى السجاده اريد اصلي، فقالوا له ها فلان هاي شنو؟ قال باب الله مفتوح. جواب افحمني وافحمهم، شلون قال باب الله مفتوح؟ باي وقت العبد يعني يقول يا ربي تبت يتوب علي؟ قال انت قال الساعه اني تاب علي الله، هسه هذا هو تركت المعصيه، باب الله مفتوح، باب الله مفتوح افحمني لي، افحمني. قلت له والله انت افحمتني يا رجل، ها يعني سكتتني وسكت الحاضرين بكلمه واحده. احنا نريد واحد يسكتنا من المسؤولين، يسكتنا يقول اني راح ابني نينوى من هالسنتين، بديت اليوم هذا، اسكتوا بعد ما اريد تحجون، احنا نسكت ونمضي خلف هذا الرجل اللي يحاول يبني زين، وكلنا ناخذ له تحيه. بس ماكو آلية واحدة آليتين معود تجي تنظف لنا هذا، ها وتخلينا شويه، حتى الشارع يبين هسه، الشارع ما مبين هسه هذا، ها فمثل ما هدموا التمثال هذا جماعه شو اسمه اللي يدعون انهم يعبدون الله، ماكو كثير من تماثيل يعني جميله حلوه هدموها في المدينه، ها ولكن لعنهم الله ولعن كل من يريد اذيه المدينه. هذه اعزائي المشاهدين يعني هذا ايش يسموه سوق البريكي يمكن كان يسموه مو كان كان هذا كان هذا بهالمكان هذا كان يبيعون ملابس بيديهم، يوقفون خطيه ناس يبيعون ملابس قديمه، هاي طردوهم على اساس وبنوا جامع، والجامع طبعا اكو جوامع لا تصلى بها، ليش؟ لانه اذن لها بيش للكفر للقتل للتسليب، هذا الجامع احنا مرفوض، احنا والله اني ممكن احنا نصلي على هاليابسه وعلى هالتراب هذا احسن من اماكن سووا بها دعوا الناس لقتل الناس.
فاحنا ما نريد هاي الجوامع هاي، احنا نريد جامع يقول حبوا الله وحبوا الناس وابنوا بلدكم، حتى هذا الله فوق يناديك. زين اذا اعزائي المشاهدين، احنا يعني وصلنا الى خاتمه البرنامج، برنامج مايك الموصليه اللي عنوناه بمنطقه باب الطوب، ولكن الخطوات خطواتي تخليني امشي يمنة وشمالا حتى اتبع نينوى في كل مناطقها وكل شوارعها الحزينه التي تبكي الما وحزنا على الخطوات الصالحه والمخلصه التي كانت تسير على هذه الشوارع، الذين ذهبوا ولم يعودوا، اغلبهم سافر خارج العراق، قال اني بعد ما ارجع، ولكن انا احثهم ان يرجعون، حتى لان الاموال الموصليه موجوده كثير خارج البلاد، فاني من المنبر هذا احاول ان يسمعون كلامي وصوتي. ايها الاثرياء من ابناء الموصل اللي مغتربين في معظم او في جميع دول العالم، والذي إن شاء الله تسمعوني وتسمعون كلامي، يا ريت تجون، راح تجيها بالعامية مو بالفصحى، تجون وتساعدونا حتى نعيد مدينتنا للحياة، احنا كلنا ميتين، فخلونا نسوي شيء حلو، شيء يبقى لنا أثر. شلون واحد يقول لك أنا قبل لا أموت أبني لي جامع يعني ينادى فيه إلى الإيمان والإخلاص والبناء والإعمار. زين، والله خلي يبني او يخلي له شويه مي حتى يشربون من السابل او السائرون الى اعمالهم. فاحنا نريد منكم في ختمه حياتكم، وانتم منتهين ونحن منتهين، ولكن دعوانا ستبقى باقيه الى الابد، اي تعالوا ساعدونا حتى نبني هاي المدينه اللي هي انجبتكم. فهذا الكلام موجه، يعني ما راح اوجهه للمسؤولين، اوجهه الى ابناء الموصل، ابناء الموصل الشرفاء الوطنيين، تعالوا خلونا نبني مدينتنا، ولو طابوقه طابوقه او حجر على حجر، حتى نقدر نحصل على مدينه جميله تحمل ذكريات جديده. ولكن منين اتيه؟ اتيه من الخراب. اليوم سنعيد نعيد الحدباء، ولكن من عمق الخراب. هذا اللي مطلب إلى كل الأثرياء، وهي رسالة إلى كل من يتبرع ولو بألف دينار حتى نقدر نبني مدينتنا، لأنه أنا مليت من المسؤولين، ومنذ الآن راح أخاطب المسؤولين بخطاب آخر غير الخطاب هذا، وحتى ملتقانا وإياكم، وأني حتى الكلام شوية مخنوق عندي لأنه حزين على هاي المدينة، وحتى ملتقانا وإياكم أقولها يا عسافة يا موصل هيش يصير بيك بس، ولكن احنا عندنا امل نرجعك بسواعد موصلية وبسواعد حتى المرأة الموصلية. طبعا المرأة الموصلية مقاتلة، مقاتلة بيش؟ بالبناء والإعمار وببناء الإنسان. فبسواعدنا كلتنا أعزائي المشاهدين، بسواعد أهل الموصل وأثريائهم والعراقيين كلتهم، إن شاء الله يا ربي نلاقي هاي الموصل أجمل وأجمل مبنية وأحلى من قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.